احنا وغيرنا وهواي من العراقيين يطرحون سؤال بمرارة ليش صار لنا عشرين سنة في بلد مهجوم ما استطعنا أن نبنيه وما استطعنا أن نتلمس هنا أو هناك بناء حقيقي يخليك تشعر أن وراءه بنات أو تشعر على أقل تقدير أن من يحكم البلد ومن يعاونه في الحكم هم حقيقة جاءوا لكي يخدموا مع العلم صرفنا تريليونات من الدولارات وفي كل مرة تزداد قناعتنا أنه هنالك مافيات هذه المافيات تتمثل بأحزاب وشخصيات من وقريبة من الأحزاب أو تشتغل بمعية الأحزاب عندما تتضرر مصالحها تضرب كائن من يكون تبدع تصل الى مستوى عال جدا في عرقله ما يجري ويلبسون ثوب الوطن ويتباكون على الوطن والله نضع ايدينا بايدي اي شريف في هذا الوطن يستخدم ملفات الفساد لضرب الفساد والفاسدين ومن يتعاون او يتعامل معهم وبالتالي من خلال القضاء ومن خلال الخيرين نستطيع ان نصل الى حقيقه ما يجري بالحقيقه وبالدليل وبالوثيقه لكن الذي يجري في هذا البلد اي جهه اي حزب اي كتله اي زعيم اي صاحب سلاح عندما يتضرر الى مجرد دكان في مؤسسة أو في مكان يقلب الدنيا وما يخليها تهدأ مثل ما يحصل الآن في قصة مطار بغداد أنا أتفاعل من رأسي حتى قدمي مع كل ما يعرض ولكن أطلب أطلب الإثباتات مطار بغداد اللي أغلق لمرات عديدة وسووا مناقصات وسووا دعم أو سووا طلب مساعدات أو تبرعات حتى يصلحون الحمامات البي ولما صلحت الحمامات لو ظل على قبل أحسن بمعنى أن الاستثمار الداخلي والشركات اللي بالمطار وهمية كذب منتفعة مستفادة إلى حد النخاع عندما تنقل استثماراتك إلى الخارج وتبدأ بعد تجربة مريرة أن الذين تعاملت معهم في الداخل اما كذاب اما كلاوتشي اما حرامي اما يشتغل مع حزب لازم تنضرب قصه اي اف سي الشركه الدوليه التي العالميه للتنميه العراق تعاقد معها لتطوير مطار بغداد مطار بغداد صار خربه يحتاج الى مواصفات عالميه بمعدلات نمو عاليه قلبت الدنيا وما قعدت هذه الشركة إسرائيلية هذه الشركة راح تنهب أموال العراق راح يتجسس على المسافرين فلوسنا راح تصير تحت السيطرة الإسرائيلية إسرائيل راح تاخذ كل شيء ماشي بس ما نقول للواحد لا لكن مؤسسة التنمية الدولية التي اشتغلت في أرقى العالم شو ما سمعنا واحد قال بالإمارات ما سمعنا واحد قال بالسعودية ما سمعنا واحد قال بالأردن ما سمعنا واحد قال بتركيا والدول اللي ذكرتها روحوا طبوا المطاراتها روحوا طبوا المطارات الولد شركه اي اف سي ومؤسسه التنميه الدوليه ايش قد صار لها تشتغل بالعراق ما هي المؤسسات العراقيه التي تعاقدت مع هذه المؤسسه لمده سنوات اخر تعاقد وقع محافظ البنك المركزي على العلاق عام 23 التنمية المستدامة لمدة سبع سنوات مع هذه الشركة واستمعوا إلى ما قاله السيد محافظ البنك المركزي وفي قطاعات أخرى العراق تعامل مع هذه المؤسسة أشمعنا اليوم طلعت إسرائيلية تفهم القصة أن هنالك ملفات أينعت يجب أن تظهر تضرب فلان تضرب فلان والله يضرب ضربة على رأسه هو على خشمه إذا كان فعلا يتعامل مع اسرائيل وإذا كان فعلا انه هذه الشركه لاسرائيل وتحاول قتله ابنائنا ونسانه واللي انطانا دماء ان نتعامل معها لكن إذا اتضح ان انه خلاف هذا مثل ما صارت قصه ميناء الفاو وافتتح ميناء الفاو مثل ما صارت قصه تفجير مرفأ بيروت والتحذيرات وخلصت وقصص اخرى تكلمت مع مسؤولين اخرين ان اظهروا على شاشات التلفزيون بينوا الحقائق لكن مع الاسف هنالك اخر يخاف حقه يخاف لان الجماعه ملبسينها باسم الوطن مثل ما ضحكوا علينا عشرين سنه صار يضحكون علينا وعلى الوطن وهم ما خلوا شيء بالوطن 265 مليار دولار كوميشنات للشركات الوهميه اللي ارضتها ماجده التميمي بالبرلمان العراقي ما يطلعها الوليد ما يطلعون المهتمين بشؤون الفساد ما قالوا هذا الملف وينه ما فتحوا ملف ملف 2014 140 مليار ما فتحوا سبايكر ما فتحوا غيره مرات من السولف تتاذى من داخلك لكن نحن مع الذي يحارب الفساد بحق وشوف الدول شلون انبنت برؤوس الاموال الاجنبيه وشوف احنا شلون رجعنا رؤوس الاموال صارت بحلوق الزعماء والقادة والسياسيين اللي واحدهم ما كان عند العالة بالاصبع والله انا اعرف ناس ما كان ما كان بباب بيته باب كان حاط برده هسه عنده 10 15 بالله بس بالعراق بس ان شاء الله العراق ان شاء الله العراق يفضحكم وقريبا يفضحكم العراق